دكتورة ماي، فاكرة أول رواية كتبتيها كان اسمها دنيا زاد. اشمعنى؟ دنيا زاد هي أخت شهر زاد في ألف ليلة وليلة، وهي كانت اسم الابنة اللي أنا فقدتها لحظة ولادتها. ودي كانت أول رواية ليا، وكانت يعني الحادثة الشخصية دي أثرت فيا بدرجة كبيرة. طبعا كان ليا قبلها مجموعة قصصية نحت متكرر، وكان عندي ابن عنده 4 سنين وقتها، وبعدين حصلت الحادثة دي، وكانت الكتابة الحقيقة هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة لي أني أخرج من هذه الحالة، من حالة الفقد الحزن الشديد. وبالتالي يعني هي كانت البداية أن أنا أتكلم على دنيا زاد، وأنا كان نفسي أسمي بنتي دنيا زاد. وبعدين تطرقت لقضايا تانية تخص الفقد أيضا في الرواية، يعني هي تحولت لنص روائي بالأساس، لأنه المنطلقات ذاتية، قصة ذاتية، لكن في النهاية تحولت لنص روائي، لأني قعدت أتخيل ماذا لو فقدت البيت، بيت الأسرة، ماذا لو فقدت العمل بالاستقالة مثلا. والأم في الرواية بتحاول بتطور الزمن أنها تصنع طفل جديد، فهي مش رواية حزن قد ما هي رواية مقاومة، يعني مقاومة للموت ومقاومة معنى جميل للحزن. طبعا. أيوه. معنى جميل جدا طبعا.